تتفهم شغلي، تعرف انه شغلي شو هو، بس ما بقى في انتاج لبناني للاسف. يعني الممثل اللبناني مازن معظم، اهلا وسهلا فيك عبر ليالينا. ميرسي، اهلا فيك مازن. يعني بالمجال الفني للاسف العائلات بتتفكك وبصير في كثير من حالات الطلاق، ولكن علاقتك بزوجتك علاقه مميزه والكل بيحكي فيها، شو السر يعني انت كممثل وكزوج يلي بتعتمد عليه لحتى تحافظ على هالعلاقه الجيده مع زوجتك وعلى تماسك عائلتك؟ اول شيء القناعه، لانه الواحد القناعه بالنسبه لي هي 3 ارباع السعاده. الواحد يكون مقتنع باللي الله قسم له اياه ويقول الحمد لله، هذا أهم شيء. وتاني شيء الثقة المتبادلة بين الزوجين، يلي أنا ما بعرف عيش مع حدا إذا ما في ثقة. سو نحن الحمد لله في ثقة، وهي بتتفهم شغلي، بتعرف أنه شغلي شو هو، حتى كتير هي بتعرف أنه محبة الناس هيدي نعمة من رب العالمين بدنا نحافظ عليها وبس. شو عم تحضر على الصعيد الفني هلأ بالمستقبل؟ هلأ بلش الحكي الجدي على رمضان 25، في كتير حكي وفي شيء برات لبنان عم ينحكى فيه كمان، فبعد ماني عارف اذا رح ابقى هون ولا بطلع بصور برا، وان شاء الله خير. اي بيناسبك اكثر كممثل، الانتاج اللبناني ولا الانتاج المشترك العربي؟ هلا نحن انا كنت متحيز كتير للانتاج اللبناني وبقيت فتره متحيز، بس ما بقى في انتاج لبناني للاسف، يعني اختفى للاسف يعني. فبندعي التلفزيونات انها ترجع تشتغل على هذا الموضوع، يرجعوا يضخوا مصاري للإنتاج اللبناني لحتى نرجع نرجع الدراما اللبنانية. وبالنسبة لمشاركتي برا، هلا نحن كمان يعني بننبسط برا، لأنه برا هيك في معاملة خاصة بتكون لنا، بنرتاح أكثر يمكن من سواقة الطرقات والقصص هيدي، يعني بتكون كمان في إلها كل شيء له حسناته إذا بدك وسيئاته أكيد. يعني نحن بنتمنى لك توفيق بكل شيء بتعمله مازن. مرسي مرسي.